عماري النخيل من قناة بهروز دوت كوم للمعلومات. النهاردة يا جماعة هنعمل معاكم الخلطة بتاعة الأزولة، نزل الأكل البط الكبير معانا ونشوف الدنيا كلها. الخلطة بتاعتنا نبدأ نظبطها. دول 4 كيلو الأزولة بالميزان، وشوف بيجف معاكم المية الناشفة التانية اهي، مفيش مية كتير فيها ولا الكلام ده كله. تمام، دي الأزولة دي مأكولة حوالي 4 أيام 5 أيام. وادي كيلو عدس، العدس ما بيتكترش منه عشان برضه زي ما قلتلكم بيجيب اسهال والكلام ده كله، وتخلي كميه قليله. ده 4 كيلو، ده كيلو، يعتبر كله 5 كيلو. في معانا شيشه نحط حوالي كيلو كيلو ونص منه، ومعانا خلطه بتجاب عباره عن رده وشيشه وكزب وفول صويا وفول بلدي، حاجات كلها على بعضيها يعني. تمام، خلطه رخيصه برضه. ومعانا برضه عشان ايه نسبه العلاج والكلام ده كله، بصل باودر وتوم باودر وملح ايه وملح طعام. تمام، عندك جير حط، ما عندكش جير مش مهم، كده كده هي فيها كالسيوم وفيها كل حاجه. ودي هنا طبعا فيها ايه نسبه بروتين عاليه وفيها نسبه دهون وفيها نشا وفيها سكر، حاجات يعني برضو حاجات كتيره حلوه فيها. هنبدأ دلوقتي الأربعة كيلو محطوطين في الطبق الكبير، بعد كده حاطين الكيلو عليه بتاع الايه بتاع العدس، نحاول ايه نفرقه كده على بعض عشان نيجي نخلط يبقى كله ايه زي بعض اهو. نخلط العدس كده ونفركه كده بايدينا عشان العدس ايه جذره طويل شوية يبقى ايه متشابك، بنحاول ايه نفك كده اهو كده. يعتبر ايه العدس مع الأزولة بيه مع بعضيها اهو. شردين كده اهو. بعد كده معانا ايه دي كيلو كده تقريبا من الشيشة. دايما دي تشيل معانا كيلو، دي انا وزنها بتشيل معايا كيلو في في الكلفه بتاعتي. ودي كيلو برضو، ادي كيلو تاني اهو، ونزود كيه هنحط كيلو تاني، عاوز احط كيلو ونص كيلو شغال يعني اهو. ودي ايه كده يعتبر 4 كيلو ازوله، كيلو عدس، واربعة كيلو ايه الخلطه بتاعتنا. كان دول تجيب رده، تجيب فول صويا، تجيب اسمه ده شام اصفر، الكلام ده كله. حوالي معلقه كبيره كده او معلقتين ايه ملح كده طعام، وزيهم بصل بودر. خباجة الكلفه دي يا جماعه فيها برضو محطوط عليها مضاد للسموم، يعني كده كده حاطط مضاد للسموم، وبرضو معلقه ايه من التوم. طبعا البصل والتوم طبعا فتح شهيه ومضاد حيوي، يعني حاجات ايه جميله جدا. نبدا نخلط كله على بعضه، نجيب اللي تحت من اللي فوق عشان ايه كله يتخلط معانا. بص البط تحت مني بيقع، بس بياكله ازاي بسرعه البط. شيف الازوره لو لسه واكل بياكل تاني. في عملنا بروتين عالي معانا، نسبه السعرات الحراريه زياده حلوه، الكلام ده كله زائد طبعا البصل باودر والتوم باودر معروف برضو، التوم مضاد حيوي وفتح شهية ومطهر معوي، يعني حاجات جميلة جدا في الايه في البصل والتوم والكلام ده كله. والملح طبعا مفيد. ادينا خلطنا ايه الخلطة كلها على بعضيها، الكمية كلها على بعضيها. هناخد دلوقتي ناكل ايه البط منه، بص تحت زي اللي فوق ازاي اه اه. بص البط هيعمل معانا ايه، بص البط كله هيخش عليه ولسه واكل مني من شويه. بس الاكل فين اهو، البط واكل ليه من 3 4 ساعات. وبص البط عامل ازاي داخل عليه، ده الساعه 4 والبط واكل حوالي الساعه 12. شايف الازوله مع الريحه، التوم باودر عامل ريحه حلوه الكلام ده كله. طبعا بس كله متكون هناك، يبدا برضه يجيب لك هنا تاني اهو.
بحط كله قاعد ياكل. انا عندي جير بس ايه بحطتش عادي، بالنسبه لي مش تفرق معايا عشان كده كده الازوله فيها كالسيوم. اديك شايفين البط كله ولا فيه كده مش متكسح ولا اي حاجه، بص بيتخانق على الازوله ازاي بالذات الشويه اللي تحت الترابيزه. مفيش اي حاجه ايه معاكم ايه البط كام ده كله. ومعاكم بيتر مير النخيلي مع ايه قناه بهروز دوت كوم. لاي معلومات اي استفسار انا معاكم، ورقم تليفوني 012-20-84-6353. وانا من شبرا خيم، اي حد محتاج اي حاجه انا معاكم. شكرا.